Calm down, sir. Okay, calm down. I passed your fucking ass. You're way back there and no, shit. No, it's on video, dude. I'm bullshit, motherfucker. I'm calling the cops. You fucking cunt. What's my old fucking. Pay more fucking thing. You fucking idiot. You're a fucking little bicycle, but you seem to want to be in the middle of the road. Okay. So that's your problem, you get knocked off. Is that what it says in the highway code? No, it says knock you cunts over. Is that what it says? Yeah. Fucking whack. That's very interesting. You're on camera. I'm going to put you on. أحيانا تسمع تعليقات هنا وهناك سواء من حتى يعني للأسف من بعض الدراجين لدينا هنا في السعودية في دول الخليج العربي. نعم أن الشوارع لدينا غير مهيئة، المجتمع غير متقبل للتنقل بالدراجات الهوائية وغيرها من مثل هذه الأمور، وكأن الأمر في الدول التي ينظرون إليها يعني منار ومحطات تقدم أن الأمر فيها يعني رائع، روعة جدا، الشوارع مهيئة، المجتمع متقبل فيها لتنقل الدراجين، لا توجد مشاكل هناك. يعني هذه عينة يعني ليس الهدف من أن أعرض هذه الفيديوهات المنتشرة بكثرة في الإنترنت، ليس الهدف منها أن أعيب ثقافة الآخر، هذه عينات بسيطة من التعامل، وهذا يحصل في كل مجتمع من المجتمعات، يعني في كل مجتمع، سواء في مجتمع آسيوي، في مجتمع عربي، في مجتمع غربي، نعم في كل مجتمع من المجتمعات تحصل مثل هذا، وتجد فيها الناس السيئون والناس الطيبون. فهي المشكلة في الصورة التي نرسمها في أذهاننا، فإذا رسمنا صورة عن تلك الدول أنه واو، وبالتالي أنه سينطبق الأمر على طريقة تنقلنا في الدراجات أنه هناك الدراجات والتنقل بها أمر ممتاز ورائع. إذا رسمنا في أذهاننا أن التنقل بالدراجات لدينا هنا مثلا في الدول العربية أمر يعني المجتمع غير متقبل والطرق غير مهيئة وكذا وكذا وكذا، فبالتالي نرسم في مخيلتنا ونستطيع أن نرصد بهذه الصورة السيئة، نرصد جميع الأحداث السلبية التي تمر بنا في الطريق، بالرغم من أن هناك الكثير من الأحداث الإيجابية التي تمر بنا في الطريق، ولكن لا نستطيع تصورها أو تخيلها والنظر إليها، لأن الصورة السلبية التي رسمناها في أذهاننا عن التنقل بالدراجات في الدول العربية صورة سيئة، وبالتالي لا نستطيع أن نرى الشيء الطيب، وتركيزنا دائم على الشيء الغير طيب. ادخل موقع الجاريات وبتشوف نفسك إن شاء الله. أنا وياك إن شاء الله. جئت من العليا، ادخل موقع الجاريات .net. فتحت الموقع من سنتين وأنا وعي بالجاريات والدراجات كوسيلة للنقل في داخل الرياض، داخل مدن المملكة، وأعمل يعني محاضرة في جامعة الملك فهد. خفف. السلام عليكم.